أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: طبع مؤخرا بعض كتب عثمان بن منصور الذي رد عليه في زمنه أئمة الدعوة الشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره، ونسمع البعض يقول إن عقيدته كانت سلفية، وإن الخلاف بينه وبين علماء الدعوة كان لأسباب شخصية، فهل هذا صحيح؟ الرجل مات وأفضى إلى ما عمل، والرد عليه موجود، فإن كان تاب إلى الله الله يتوب على من تاب. فنحن لا نتعرض للأموات، ما ندري عن خاتمتهم. نعم، واللي يقول أغراض شخصية، لا وش يدريه أنها أغراض شخصية؟ يتكلم في التوحيد ويمدح الشرك وتقول هذه أغراض شخصية؟ لو كانت أغراض شخصية تكلم في الأشخاص، ما تكلم في العقيدة. لكن مع هذا الرجل مات وأفضى إلى ما عمل. نعم.